نبقى فنيا، حيث سننهي المسائية من دبي، حيث أحيا الفنان المغربي حاتم عمور حفلا غنائيا بفضاء الحفلات بالمعرض العالمي دبي إكسبو. الحفل يأتي ضمن البرمجة الثقافية والفنية التي أطلقها المشرفون على الجناح المغربي بدبي، ومنها هذا الروبورتاج لمنصف الساخي نبيل مسعف وبتحرير سعيد أجنا. العلم المغربي يطبع على حضور لافت للأغنية المغربية بفضاء المعرض العالمي إكسبو دبي، حضور بصمه الفنان المغربي حاتم عمور الذي أبدع فأقنع جمهور دبي. سعيد أكثر أنني مثلت الفن المغربي في تظاهرة عالمية، والحمد لله كل شيء البارح من جميع الجنسيات كانوا حاضرين وفرحوا معنا ونشطنا، وكل شيء المغاربة كانوا يعني رجعنا واحد الروح اللي افتقدناها. باقة من أغاني الريبرتوار الشعبي المغربي قدمها حاتم عمور، وتفاعل معها الجمهور المغربي والعربي بشكل كبير. العرض روعة، العرض المغربي ما شاء الله عليكم، للأمام إن شاء الله. رقصنا والله، عني ما أعرف أرقص بس رقصت على الأغنية، الله يحفظكم إن شاء الله. يتوجد بس صراحة اليوم نشطنا مع حاتم عمور، بدأوا به بعد أحسن حاجة. هو حفل يأتي ضمن البرمجة الثقافية والفنية التي ستستمر على امتداد عمر المعرض لإظهار مدى الغنى والتنوع في الثقافة التي تزخر بها المملكة المغربية.